وظلفه إذا أحرق وخلط بخل ويوضع بعره دون العشرة، وإذا كوي به نفع عرق النساء والكي به على هذه الصفة، وإذا احتملته المرأة بصوفة يمنع سيلان الدم من الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخواني المشاهدين ورحمة الله تعالى وبركاته، أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن حيوان الماعز في وصف صفاته وفوائد لحومه ومنافعه في العلاجات، وكذا خواص أجزائه، وأبدأ الاقتباس بحول الله. الماعز حيوان غبي أحمق، ولذلك إذا أرادوا ذم إنسان قالوا له تيس من التيوس، يعني أنه في الغباوة والنتن والحمق كهو. والماعز يفضل على الظأن بغزارة اللبن وثخن الجلد، فإن جلد الماعز ثخين وجلد الظأن رقيق، وما نقص من آليته زيد في شحمه، ولذلك قالوا آلية الماعز في بطنه، فانظر إلى حكمة الباري عز وجل لها لما خلق جلد الظأن رقيقا جعل لها صوفا كثيفا دافعا للحر والبرد، ولما خلق جلد المعز ثخينا خلق لها الشعر حتى يحصل للظأن بكثرة الصوف ورقة الجلد ما يحصل للمعز برقة الشعر وثخن الجلد. ونتن بدن التيس يضرب به المثل، فإن جميع بدنه منتن شتاء وصيفا، وذكروا أن الجدي إذا رأى الشبل يمشي إليه يسيرا يسيرا، فإذا شم رائحته الشبل غشي عليه ووقع كالميت، فإذا غاب الشبل عنه رجع إلى حاله. ومن العناكب نوع يقال له الرتيلاء، إذا مشى على الإنسان له لعاب، ينال الإنسان من لعابه ألما شديدا ويفضي إلى الموت غالبا، فالجدي يأكل منه شيئا كثيرا ولا يضره بل ينفعه ويسمنه. يقول الرازي رحمه الله في كتاب دفع مضار الأغذية: لحوم الماعز أوفق لأصحاب الأبدان الملتهبة والقليلة الرياضة، وأبطأ إلى الامتلاء، ولمن تهيج به الجراحات والأمراض والحميات الحادة والدماميل والبثور، وتصلح في الأوقات الحارة، ولمن يحتاج إلى كثير من القوة والكد، ويختار السمين منها، ويصنع بالبصل والزيت والحمص والجزر، فالإسفيذباجات منها جيدة، ويؤخذ قبلها وبعدها من الفواكه والبقل والأشربة ما يتلاحق به دفع ضررها، ويقصد ما يسخن ويرطب منها عند أكل لحومها كالتمر واللوز والفانيذ والنارجيل، ويشرب عليها من الشراب الأحمر الذي له أدنى غلظ وحلاوة وليس بالعتيق جدا، ويكثر عليه من أكل الحلو، ويجتنب عليه الفواكه المرة والحامضة، فإنه بهذا التدبير يمكن أن يسلم من اضطر إلى لحم الماعز. وقال: ولحوم الجدي أرطب منه لأنها موافقة لأهل الترفة، لأنها قليلة الفضول معتدلة في الحر والبرد والرطوبة واليبس، فهي أوفق لهم منه ومن لحوم الحملان إذا كان لا يسرع بالامتلاء ولا تضعف عليه القوة ولا ينهك البدن، ولا سيما في الصيف والبلدان الحارة. يقول ديسقوريدوس: وشحم العنز أشد قبضا من غيره من الشحوم، ولذلك يعالج به من به قرحة الأمعاء بالسويق والنخالة، وقد يذاب ويحقن به مع ماء الشعير، وقد يصلح المرق الذي يقع فيه لمن في رئته قرحة، وقد ينتفع به من شرب الذراريح، وشحم التيس أشد تحليلا منه، وإذا عجن شحم التيس ببعر الماعز وزعفران ووضع على النقرس شفاه في التجربتين. وشحم الماعز إذا شرب في حسو رقيق مصنوع من نشاء أو أرز مطحون نفع من السحج والإسهال المتولد عن أخلاط لذاعة ومن إفراط الدواء المسهل. يقول جانينوس: وبعره قوته حارة نافعة من الأورام الجاسية، ولذلك
يستعمله بعض الأطباء في أورام الطحال الجاسية وغيرها من الأورام الصلبة وأورام الركبة المتقادمة إذا خلطوا بها دقيق الشعير وعجنوها بالخل والماء ووضع عليها، فإنه مما ينبغي أن يستعمل في علاج الأكرة وأشباهها، ولا يعالج به من كان رطب البدن. وقد يستعمل هذا الزبل في أصحاب وجع الطحال وجسائه وفي الحين، وإذا أحرقت هذه الزبول صارت ألطف وأشد جلاء مما كانت أولا، فينفع ذلك من ذاء التعلب ومن كل داء يحتاج إلى أدوية منقية جالية كالجرب والوضح والقروح الرديئة وأشباهها، وكثيرا ما نخلطه في الضمادات المحللة بمنزلة الضماد النافع من الأورام العارضة في أصول الآذان والأرنبتين المتقادمة. وكثير من أطباء القرى يعالجون أهلها بمثل هذه الزبول لكثرة ما فيها من التحليل، فيشفون بها من نهش الأفاعي وغيرها من الهوام، وكانوا من تداركوه منهم وعالجوه نجا، ومنهم من كان يسقي أصحاب اليرقان فيبرئهم، ومن الأطباء من كان يسقي ذلك للنساء فيسكن به نزف الدم عنهم سريعا. يقول ديسقوريدوس: وبعر الماعز إذا شرب ولا سيما الجبلية منها بشراب نفع من اليرقان، وإذا شرب ببعض الأدوية والأشربة أدر الطمث ويخرج الجنين، وإذا دق اليابس منه ناعما وخلط بكندر واحتملته المرأة في صوفة قطع سيلان نزف الدم المزمن من البدن، وإذا أحرق وخلط بالسكنجبين أو خل ولطخ على داء الثعلب أبرأ منه، وإذا تضمد به مع شحم خنزير عتيق نفع من النقرس، وقد يطبخ بالخل والشراب ويوضع على نهش الهوام والنملة والحمرة المنتشرة وأورام خلف الأذنين فينفعها، وإذا كوي به نفع عرق النساء والكي به على هذه الصفة. أن يؤخذ زيتا ويشرب فيه صوفة ويضعه على موضع العميق الذي بين الإبهام والزند وهو إلى الزند أقرب، ثم تأخذ بعرة وتلهبها بالنار حتى تصير جمرة، ثم تضعها على الصوفة، ثم لا تزال تفعل ذلك حتى يصل الحر بتوسط العضد إلى الورك ويسكن الألم، وهذا الضرب من الكي يسمى الكي العربي. يقول الطبري: وبعره يوضع مسحوقا بالشراب على لذع الهوام كلها وعض السباع فينفعها، وإذا سحق بالعسل وطلي به البدن نفع من النقرس ووجع المفاصل، وإن طبخ بشراب صلبا حتى يصير كالعسل ووضع على الدبيلة أياما حللها، وإن طبخ ببول صبي ووضع على البطن نفع من القولنج العارض من البلغم اللزج والرياح ويسهل الماء الأصفر. يقول ديسقوريدوس: وظلفه إذا أحرق وخلط بخل وتلطخ به يبرئ داء الثعلب. ويقول جالينوس: إن كان الأمر على ذلك فقوة هذا الرماد قوة تلطف الأخلاط الغليظة. ويقول الشريف: إذا أحرق ظلافه وسحق رماده وخلط بمثله ملحا معدنيا واستن به نفع من قلح الأسنان وصفرتها وخضرتها، وإذا عجن رماده بخل وطلي به على المسامير المنكوسة أذهبها، وإذا بخرت به المنازل هربت الحيات منها. ويقول الغافقي: وظلفه إذا أحرق وعجن بعسل وشرب بالماء نفع من البول في الفراش. في التجربتين أضلاف المعز إذا أحرقت وسحقت وذرت على القروح المرهلة التي في الأعضاء اليابسة المزاج جففتها. ويقول ديسقوريدوس: ومرارة المعز الوحشية إذا اكتحل بها أبرأت غشاوة العين لخاصية فيها، وقد تفعل ذلك أيضا مرارة التيس، وتقلع اللحم الزائد أيضا الذي يقال له البوث.
وإذا تلطخ بها نفعت من داء الفيل أيضا. ويقول غيره: ومرارة التيوس الجبلية ترياق للمنهوشين. ويقول جالينوس: وأما كبد الماعز فيشويه قوم ويأخذون الصديد الذي يقطر منه فيكحلون به أصحاب الغشاء، ويأمرونهم أيضا بفتح أعينهم وأن ينكبوا على هذه الكبد ليدخل فيها البخار المرتفع منها، ويزعمون أيضا أنها إذا أكلت مشوية نفعت من هذه العلة وتنفع من به صرع وتكشف أمره إذا أكلت. ويقولون إن كبد التيوس تفعل أيضا ذلك. وقال ديسقوريدوس كذلك مثل هذا القول. في التجربتين رطوبة كبد المعز المستخرجة بالشيء إذا ذر عليها في وقت الشيء زنجبيل وضار فلفل، ثم جمع الزنجبيل مع ما خالطه من الرطوبة وسحق واكتحل به نفع من الغشاء. ويقول الشريف: إذا شويت كلي الماعز وذر عليها سحيق كرنب وحل بما يسيل منها على البهق الأبيض أذهبه من حينه سريعا. فصل في خواص أجزائه. يقول بلينياس: قرن العنز الأبيض يسحق ويشد في خرقة ويجعل تحت رأس النائم فلا ينتبه ما دام تحت رأسه. وإذا خلطت مرارة المعز بمرارة البقر ويطبخ بها فتيلة وتزل في الأذن تنفع من الطرش وتزيله. وإذا نتف الشعر النابت في الجفن واكتحل بعد النتف بمرارته فإنه لا يرجع ينبت. وتقطر مرارة التيس مع الكراث في الأذن تسكن وجعها، وينفع أيضا من الغشاوة والغش اكتحالا. ولحية التيس تشد على صاحب حمى الربع تزول حماه. وكبد المعز إذا عرض على النار واكتحل بالرطوبة السائلة منه فإنه ينفع من غشاوة العين. وإن احتملت المرأة كبد المعز تزول شهوتها حتى لا تميل إلى الرجال زمانا طويلا. ولحية التيس تشد على رأس من به صداع تنفعه، وطحاله يقطعه صاحب وجع الطحال بيده ويعلقه في بيت هو فيه، فإذا جف الطحال زال ألم المطحول. ويسقى المعز في ظرف خشب 40 يوما ثم يذبح ويأكل المطحول طحاله، فإنه يتهرى ولو كان الظرف من الخشب الطرفاء كان أقوى تأثيرا. لحم التيس يورث الهم والنسيان ويحرك الوسواس. قال بلينياس: دم التيس يفتت حجر المغناطيس، وكذلك كل حجر يذبحه عليه يفتته. وإذا سقيت إبرة من دم المعز وثقبت بها الأذن لم يلتئم ولم يقيح. وجلد المعز إذا سلخ وهو حار يوضع على المضروب بالسياط حال السلخ، فإنه يدفع غائلته وينفع أيضا من القروح الخبيثة ومن الجرب والحكة ولسع الأفعى وجميع الهوام. ولعاب التيس يسقى فيهيج الباه. لبن الماعز ينفع من النوازل ويحبسها ويحسن اللون شربا سيما مع السكر خصوصا للنساء، وهو علاج للنسيان والغم والوسواس، ويرخي لثة الأسنان ويحدث ظلمة البصر ويهيج الباه. أنفحة الجدي والخرفان تجذب الفضول في أعماق البدن. بوله يغلى حتى يغلظ ويخلط بمثله من السكر ويطلى به الجرب في الحمام 3 مرات يذهب. بعره يجعل تحت رأس الصبي يبكي كثيرا أعدادا منها فإنه يزول عنه بكاؤه. قال ابن سينا: بعر الماعز يحلل الخنازير بقوة، وإذا احتملته المرأة بصوفة يمنع سيلان الدم من الرحم. وبعر الماعز مع الضأن والخل يوضع على العضو المحترق بشمع ودهن ورد ينفعه. والبعر اليابس مجرب لحرق النار في البدن. وكعب التيس يسحق ويخلط بالسكنجبين يذيب الطحال، وهو وحده يهيج الباه. وظلف الماعز يحرق ويخلط بالخل
ويطلى به موضع ذاء الثعلب فإنه ينبت فيه الشعر، ولبن المعز ينفع من قروح الحلق، والإكثار منه يولد القمل ويجلو الآثار القبيحة عن الجلد، ويوضع بعره دون العشرة تحت رأس الصبي فلا يعود يبكي. وقال ابن سينا: بعر المعز يحلل الخنازير بقوة معه، وفيه قوة جاذبة تجذب سم الزبابير، والبعر البالي ينثر على الموضع المحترق ينفع جدا وهو مجرب، والله أعلم. انتهى الاقتباس.